بعد 100 سنة من النهاردة تتمنى لو قصتك اتحكت يتقال عنك إيه؟ أنا عني إن أنا محبوب، سيرتي تيجي بالخير دايماً. إيه الخير اللي تحب سيرتك تيجي بيه؟ أي حاجة، يعني لو في جملة كده تحب الناس يوصفوك بيها لو جت سيرتك بعد 100 سنة من النهاردة. ده كان طيب. طيب؟ طبعاً، يعني أنا زمايلي كلهم دايماً بيقولوا إن أنا طيب، بس أنا مش شايف دي، مش طيب خالص أنا. بس شكلك بتفرح لما بيقولوا لك إن أنت طيب. أكيد. ما نفسكش مثلاً يقولوا أجمد لعيب، أكبر هداف؟ أكيد طبعاً، أكيد من نفسي. أهم اللعيبة في تاريخ مصر. أكيد طبعاً نفسي، أنا لسه قدامي إن شاء الله العمر طويل. إن شاء الله. لسه إن شاء الله بإذن الله، أنا يمكن لسه ما عملتش حاجة. لسه قدامي بطولات نفسي أحققها طبعاً مع النادي الأهلي، ولسه قدامي مشوار إن شاء الله إن أنا مع منتخب مصر إن شاء الله ألعب كأس عالم بإذن الله، عشان نفرح طبعاً الشعب المصري طبعاً. وأكيد طبعاً نفسي يقولوا كده إن هو كان طيب وهداف في الكورة، كان لعيب، كان كويس.